الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي يهم الكل، سواء منطقة الشرق الأوسط، العرب أو أوروبا. ركز معايا بس قبل ما نتكلم في الموضوع، الموضوع بالغ الأهمية، ما تنساش اللايك وتشير الفيديو عشان كله يستفيد. طيب كلنا طبعا عرفنا اللي بيحصل في العالم دلوقتي وما يدور حولنا، سواء بيقولوا مثلا الشعاع الأزرق أو عاصفة الدانيال أو الزلازل اللي حصلت في تركيا وفي المغرب، دي كلها طبعا من فعل البشر. هتقول لي ازاي اعرفك دلوقتي؟ طبعا اللي هم العالم المتقدم زرع في وسطنا ليلى عبد اللطيف، وزرع في اوروبا طبعا العالم الهولندي اللي بيتنبأ بالزلازل. اولا مفيش حد يعلم الغيب سواء ليلى عبد اللطيف اللي بتقول توقعات و99% منها بتحصل. ثانيا العالم الهولندي بيتوقع الزلازل وفعلا بتحصل. هو ايه الموضوع اصلا؟ الموضوع اساسا ان دي اجنده ماسونيه طبعا بتنفذ، زرعونا عشان تقول توقعات وتحصل تمام وترعب العالم العربي. كذلك برضو زرعوا في اوروبا العالم الهولندي اللي بيتنبأ بالزلازل وفعلا الزلازل بتحصل. طب الزلازل بتحصل ازاي؟ بيزرعوا اجهزه طبعا في باطن الارض بتعمل زلازل تمام. طيب نيجي نقوله التنبؤات، خلينا في المنطقة العربية اللي هي ليلى عبد اللطيف. طبعا لا يعلم الغيب إلا الله، الجن لا يعلم الغيب، ما يقدرش حد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أمال إيه؟ إحنا قلنا أجندة بتنفذها طبعا مين؟ ليلى عبد اللطيف. لما تقول لك مثلا في مدينة هتتحول لأشباح، المدينة دي طبعا هتكون مدينة عربية، وفعلا ما حدث في دارنا اللي هي في ليبيا إسر إعصار دانيال أو عاصفة دانيال تمام كده، تحولت المدينة بعد موت والجثث اتعفنت طبعا هتنتشر الأمراض، فعشان كده الحكومة أخلت مين؟ أخلت الليبيين منها، فالمدينة أصبحت شبه خالية من السكان يعني مهجورة. وطبعا استخدموا تقنيه اللي هي الليزر اللي احنا بنقول عليها الشعاع الازرق اللي هي الهولوجرام، بوضع وبس طبعا اشياء غريبه واجسام غريبه. وطبعا اللي بينشافوا الاجسام ديت وقال لك ان الغيلان والجن ظهروا في المناطق ديت. وقلنا طبعا الجن لا يرى بالعين، اي حد قال لك انا بشوف جن يبقى طبعا ما تصدقوش في اي حاجه، الجن لا يرى، الجن عالم ونحن عالم اخر تمام. قالت برضو ليلى عبد اللطيف ان في عرس هيتحول لمأساة، وفعلا حدث في العراق. الفعل ده حدث فين؟ او العرس الاول اللي اتحول لحريق حدث في احدى الاعراس طبعا في العراق، ومدحته اكتر من 200 وشغل العالم كله والسوشيال ميديا. طيب هل هذا الحريق مفتعل؟ نعم الحريق مفتعل تمام. بيختاروا الدول اللي ما فيهاش رقابة زي العراق طبعا ويعملوا ما عايزين فيها، ليبيا برضو بيعملوا اللي هم عايزين. طب المغرب ما عرفوش اخترقوها، فطبعا زرعوا او مراكز تحدث او اجهزة في المحيط بتحدث زلازل. ركز في الحتة دي. طب مصر ما قدروش يعملوا حاجة مع مصر، اخترقوا المجال الجوي في مصر طبعا، فعملوا ايه؟ طبعا حرب مصر من الناحية التانية اللي هي مين؟ سد اثيوبيا او سد النهضه طبعا اللي ممكن في اي لحظه ينهار، وطبعا نلاقي الفيضان هيغرق السودان ومصر وهيروح ضحياتها اكتر من 100 مليون. قال لك طبعا العاصفه دي هم اللي عاملينها، نعم بيزرعوا اجهزه في المحيطات. نمره 2 كمان في ماده اسمها يوديد الفضه، طبعا بيطلعوا يشربوا بالطيارات عشان يخترقوا المجال الليبي عادي خالص، مفيش مشكله مفيش دفاع جوي هناك، بيرشوا الطيارات دي بترش مادة يوديد الفضة اللي بتحول السحاب إلى مطر في نفس اللحظة. استخدموا التقنية دي فين؟ في طبعا في الصين، طبعا في دورة الألعاب الأولمبية طبعا عند الصين معظمها معظم الأيام أمطار. فقال لك طبعا قبل المدينة اللي هتلعب فيها دورة الألعاب أي سحاب بيجي قبلها بيضربوا عليه صواريخ من يوديد الفضة اللي هي بتنزل المطر والجو يبقى مشمس عادي خالص.
طيب احنا الغرض ايه من الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ديت؟ الموضوع ده هو الغرض منه ان احنا نعلم نفسنا ونثقف نفسنا ان هم ما يستغلوش عقولنا. هيستغلوا عقولنا؟ هيستغلوا ايه؟ عقولنا. واستعمار ويستعمروا الموضوع ده استعمار عقول. الوهم اللي احنا هنشوفه سواء الهولوجرام تمام او التوقعات اللي بتتقال دي كلها وهم. وهم يا جماعه مش حقيقه، اجنده معموله وبتتنفذ. طب الغرض من كده ايه كمان؟ ان لما تيجي ليلى عبد اللطيف وتقول لك ده سيدنا عيسى نازل من السماء او المسيح نازل من السماء او المسيح الدجال ظهر ويبصوا لك في السماء طبعا بالهولوجرام شخصيه سيدنا عيسى زي ما عملوها برضه في العذراء مريم منذ سنتين او ثلاث سنوات وقال لك ان العذراء مريم ظهرت فين؟ في السماء. ده كان شغل هولوجرام. شغل الهولوجرام يا جماعه لازم نفهمه، لازم نعرفه، ما نتخدعش بيه. ان عجبك الفيديو شيره عشان الكل يستفيد والكل يتنور.